وخلونا نطمن على الأستاذ محمد النشواتي معانا دلوقتي هاتفيا، وكمان بتنضم إلينا الزوجة البطلة والأم البطلة، يعني أم آدم الأستاذة مها صالح. طبعا أنا برحب بيكو، ويعني هبدأ مع أستاذ محمد. يعني أستاذ محمد، طبعا أنا بتمنى لحضرتك يعني السلامة، وربنا يكمل شفاك على خير، وحمد لله على سلامة آدم. ومحتاجة أسمع منك، أنا مش بحب أسأل في القصص العظيمة الملهمة دي، دايما بحب كده أسمع من الشخص صاحب القصة، هو يتكلم في اللي هو عايزه. اتفضل يا أستاذ محمد. الخير يا أستاذة هيا. طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر القناة على مجهوداتها في خصوصا في الموضوع ده. أشكرك. أنا بشكر بقى ربنا، لأن يعني هو ده فوق كلنا يعني، وفوق كل المرض اللي احنا مصابين بيه، يعني هو اللي هينجينا منه بدعائنا بالتزامنا. أنا بحمد ربنا وبشكره إن آدم ابني رجع بيته بيلعب بلعبه مع أمه اللي اتحملت أكتر من 15 يوم مش قادرة تشوفه، بالرغم ان هي كانت معانا هنا برضو في نفس المكان. وانا برضو احب بعد اذن حضرتك طبعا اشكر طاقم التمريض، اذا كانوا سيدات او رجال، دول جنود فعلا ربنا، يعني فعلا هم بيعملوا اقصى ما عندهم علشان راحتنا احنا. انا كان المفروض ان انا اخرج من اسبوع حوالي، ولكن انا ومامة ادم يعني اتفقنا ان احنا هنقعد مع ادم. صعب ان احنا كنا نسيب ولد عنده 9 سنين انه يفضل لوحده، وهو كان معايا في الاوضه مسليني. هو طبعا خاله بيا، بس ان شاء الله اشوفه في البيت. وهو لما خرج مع والدته زي ما هو جه مع والدته، وان شاء الله اخرج لهم. بس انا متواجد حاليا تحت الملاحظه من الدكاتره بعد الاتفاق مع وزارة الصحة، بعد الاتفاق الأكبر مع منظمة الصحة العالمية، لأن هما شايفين في الأشعة الصدرية اللي أخدوها ليا إن في بعض الالتهابات. أنا عندي التهاب رئوي حاد وأنا داخل هنا أهو، وده قد يكون مشكلة كبيرة للتعافي من الفيروس نفسه. وبالتالي أي نعم، أنا يعني نفسي أرجع إمبارح مش النهاردة ولا بكرة، بيتي سريري قعدتي وسط اهلي، ولكن هم اكيد شايفين حاجه، واكيد ربنا مرتب لنا ومدبر لنا الخير. لان اللي بيجي من عند ربنا حتى لو هو فيروس قاتل لبعض الناس، منتشر بانتشار مهول. انا لما بشوف الستاتستكس يا نهار ابيض، ايه اللي حاصل في العالم؟ لا انا بصراحه يعني اتمنى ان الناس اولا ترجع لربنا سبحانه وتعالى، لأن هو المنقذ الوحيد لنا والعالم كله اللي احنا فيه. أستاذ محمد، يعني هي تجربة طبعا بتبقى صعبة بكل المقاييس، وأي تجربة إنسانية بتبقى صعبة، بيبقى الحقيقي صعب جدا إن احنا نتكلم فيها بشكل فيه كتير من التفاصيل والحكي. بس أنا هحاول مع حضرتك إن احنا يعني ناخد منك خلاصة التجربة. طبعا يعني كان الدور بتاعك صعب قوي، دور ان حضرتك يعني اكتشفت ان عندك فيروس كورونا، والدور الأصعب ان حضرتك معاك ابنك في يعني في نفس الأوضة وفي نفس الحجر. كنت ازاي بتتعامل مع آدم وفكرة الاستيعاب للابتلاء ده، وان احنا فترة ان شاء الله وهتعدي، وان انت كمان ازاي بتصبر نفسك يعني حتى كحامل لهذا الفيروس؟ يعني انا محتاجة اسمع منك تفاصيل التجربة الصعبة دي. اولا انا هتكلم على آدم، لان آدم هو البطل الحقيقي للموضوع ده كله مش انا، لان هو في هذا السن وانه يتحمل كل اللي حصل له، اخذ عينات دم، اخذ المسحه دي مؤلمه جدا جدا، ما تتخيليش حضرتك قد ايه. صابر، شايف بابا، وانا لا اخجل من هذا ان انا بتوجع
لان الحاجات والادويه لما بتدخل جوه الجسم بتوجع، وخصوصا لو الجسم ضعيف. ولكن ده اوامر الدكاتره يعني، فلازم الواحد يكون صبور. ادم كان ايه بعد يعني استسمح حضرتك ان انا اخد كلمه ايه، لان هو فعلا ايه وهبه من عند ربنا، ربنا يحرسه. وانا قصدت ان احنا نبلغ المدرسه بتاعته، طالما انا كنت قاعد في الخمس ايام الاولانيين في البيت، ان هو ما يروحش. لان لو انا فعلا عندي، قبل ما اعرف الموضوع خالص، لو انا عندي وهو راح وزمايله اتعدوا، يبقى احنا مش بنعدي فرد واحد، ده احنا بنعدي الاف الاسر والمدرسين والمدرسات. ويعني هم كانوا فعلا برضو يعني من يعني من الناس الجميله اللي عملوا له سبورت يو ادم على اليوتيوب. دعم. كان عامل ضجه كبيره، ناس هو يعرفهم ناس ما يعرفهمش. معنى كده ربنا يحبب في ابني وفي عيلتي كلها خلقه. نمره اتنين، يعني طبعا انا بالنسبه لي كان مهم برضو ان بنتي ما يحصلهاش حاجه، لان هي جامعيه وبرضو اسر زمايلها. كنا عاوزين نقعد في البيت من الاول خالص، من غير قبل ما حد يقول اقعد في البيت. لان انا كنت يعني عندي لما بكح كحه جامده، ويمكن ده بسبب الالتهاب الرئوي، بحس ان روحي هتطلع مني. انا كنت بقعد على الاقل نص ساعة عقبال ما احاول ان انا استعيد نفسي تاني. بفضل مجهود الاطباء هنا والادوية والرعاية، يعني الكحة ما زالت موجودة، وده يمكن السبب الرئيسي ان هما لسه محتجزيني. ولكن انا اتمنى من كل قلبي ان يعني ربنا ما يوري اي حد حاجة.